قصيدة في الزهر. أود بداية باسمي الشخصي وباسم مؤسسة منتدى قصيدة وباسم بلدية قصيدة أن أرحب بضيوفنا من الفنانين والنقاد والأكاديميين ومنظمي المعارض المساهمين في هذه الندوة الأولى من ندوات الدورة 45 موسم قصيدة الثقافية الدولي. وهو الآن يحتفي بدورته الصيفية التي تنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. كما أرحب بالسيدات والسادة الذين يشجعوننا بحضورهم في المضي قدما على طريق التنمية الثقافية أو العمل الثقافي والعمل الإبداعي الذي أبنى عليه منذ 45 سنة. حين اختار موسم قصيدة الثقافي الدولي أن يخصص دورته الصيفية للفنون بعد عقود من الممارسة الإبداعية لمشاغله وفضاءاته العمومية. موضوع الدقيق والشائك في نفس الوقت. في الواقع أجد نفسي بعد سنوات من الاهتمام بالقيمة الجمالية والفنية للحركة التشكيلية في المغرب، أرتجل نفسي مختصا في الاقتصاد الفني، وأنا في الواقع بعد ما أكون عن هذا الاختصاص، لكن تلقي اللوحة مسألة لا تهم فقط الجانب التجاري ولكن تهم كذلك الجانب الثقافي والجانب التراكمي الذي لا بد منه في كل حركة فنية. شاركت في هذه الندوة حول السوق الفنية وصناعة القيمة، وفي الواقع اهتمامي كان أكثر، كان منصبا أكثر على الجوانب التي ارتبطت بانبثاق الفنون التشكيلية في المغرب، وخصوصا جانب الدفاع عن الحق في الاختلاف عن الحركة التشكيلية العالمية، وفي نفس الوقت الدفاع عن الهوية التشكيلية المغربية في ارتباط مع الذاكرة التعبيرية في هذا المجال وفي ارتباط بالمتخيل الشعبي أيضا. وقد ربما دفع هذا الاهتمام الثقافي القوي للحركة التشكيلية دفعها إلى إعطاء الأهمية القصوى لهذا الجانب، وليس إلى جانب الترويج والتداول، مما ربما جعلنا في فترة طويلة نكتفي بنوع من الحضور الثقافي وليس بالحضور التداولي على نطاق واسع. هي سعيدة بمشاركتي في اللجنة وسعيدة بموضوعها اللي خلال كل عمري الفني التقيت بالإشكاليات دي، فكان مهم إثارتها جدا. مهم إن احنا نبحث في إزاي نقرب المسافة بين القيمة الفنية للعمل الفني وبين قيمته الاقتصادية أو السعرية، لأن دي دايما ما بتكونش عادلة. اتعرضت لعدة نقاط، منها الإعلام ودوره، التحولات مفهوم الجمال ودورها، أنواع المتلقين واختياراتهم، التوصيات خاصة بالمؤسسات الأهلية والبنوك إزاي تدعم الحركة الفنية، إزاي إن إحنا بعد كده يبقى عندنا ودائع في البنوك من الأعمال الفنية، إزاي البنوك تقدم قروض ميسرة لمن يرغب في اقتناء أعمال فنية. طرحتك أفكار متعددة، أرجو إنها تكون مفيدة، واستفدت من الأفكار اللي الأساتذة المشاركين في المنصة طرحوها وبشكركم جدا. هي الندوة استمرار للأسئلة التي طرحت في الموسم الماضي في خلال الدورة الصيفية. كان طرح سؤال التلقي، والوساطة هي جزء من التلقي، لكن الوساطة هي الآلية التي تجمع ما بين المبدع، ما بين الذي اختار هذا الشكل التعبيري ومن يتملك العمل. هذه الوساطة هي تحتاج إلى أفراد
لكنها تحتاج إلى مؤسسات وتحتاج إلى خطاب وتحتاج إلى منتجين. ما معنى الوساطة؟ كيف نعرض الأعمال؟ كيف نتحدث عن الأعمال؟ كيف نقنع الأشخاص بتملك الأعمال؟ لأن التملك سواء كان فردياً أو جماعياً من طرف المؤسسات في النهاية يحتاج إلى خطاب مقنع. الوساطة هي تحتاج لكي نؤسسها. نحن لا نمتلك تلك الوساطة التي توجد في المشاهد الفنية وفي الأسواق الناضجة في الغرب. نحتاج لنتحدث عنها ولنتحدث عن أعطابها، وقد تفاقمت مجموعة من الأعطاب اليوم في المغرب عن الأعمال الفنية. هو من السؤال مطروح للندوة وللفنانين وللجمهور وللنقاد وللصحفيين وللمؤسسات التي لها دور في هذه الوساطة. تنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس الدورة 45 لموسم أصيلة الثقافي الدولي، والتي الآن نحن في فترتها الصيفية واللي هي تخصص للفنون التشكيلية، حيث بهذه المناسبة تنظم معارض مهمة. هناك معرض 45 سنة من فن الطباعة والحفر بأصيلة، والذي يتم فيه عرض حوالي 200 لوحة من مجموعة مؤسسة منتدى أصيلة، الأعمال التي أنجزت كلها في مدينة أصيلة، وهي جزء من الموروث، يعني موروث الثقافي لموسم أصيلة. كذلك هناك معرض الفنان عبد القادر المليحي اللي هو فنان من أصيلة ويعرض في باهو قصر ثقافة. علاوة على المعارض، وكاينما هناك معارض أخرى، علاوة على المعارض هناك تنظم مشاغل الفنون بقصر الثقافة كما كالعادة، وهناك ثلاث ندوات، منها ندوة تكريمية لرائدين من رواد الفن الحفر بمدينة أصيلة، وهي الفنانة مليكة إكزناي من المغرب والفنان أكيمي نوغوشي من اليابان، اللذان اشتغلا في مدينة أصيلة منذ أكثر من 4 عقود في مشاغلها، وهذا احتفاء وتكريم لهم. بالإضافة إلى كل هذا هناك محاضرات تعنى بكل الفنون التي لها علاقة بالطباعة والحفر كالنقوش الأثرية في المغرب، وهي أعمال جديرة بالمتابعة. كما العادة هناك فضاء مفتوح لمشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل، وهو مشغل يلتئم فيه حوالي 60 أو 70 طفل من أصيلة لإبداعاتهم الفنية.